لا نبالغ إذا ما قلنا أن مهنة تربية الماشية تمر بمرحلة صعبة لم يسبق لها مثيل. هنا بمنطقة الضايا يوجه المربون أنظارهم نحو السماء، علها تنزل غيثا يحيى به زرعا شارف على الهلاك. والعام هذا عمرنا لشنا عام كما أمسنا، ملي خلقنا زدنا راه في عمرنا 65 ما لحقناش هذا الحساب. هاي ظلك راك تشوف فيها لا حيره كاع محروقه، لسنا لا قرط لا شعير لا تبل لا حصيده، من ظلك راه في الزريبه السيتيرنا والمجوار راه في الزريبه. الجفاف يخيم على القطع، وكميه الاعلاف الممنوحه للمربين لا تكفي قطعانهم، ما يدفعهم الى شرائها من الاسواق باسعار تناطح السحاب، خاصه في ظل انعدام مراعي الخلاء. الدولة راه توفر العلف لكن بكميات ما تكفيش، حتى كميات قليلة جدا. دوكا كاين اللي عنده 200 شيء يعطوا له 7 قناطر 5 واش تقومون؟ في العام خطرة في العام خطرة في العام ما تكفيش حتى 10 شيء. كيف 100 شيء يعطي لهم 6 قناطر؟ 6 قناطر تاكل 100 شيء، 6 قناطر عاد فيها 6 ايام كتعطي لك كيلو في النهار عاد 6 ايام، ونهارات الاخرين تحبسوا يشرو فيها ترابين ب 400 و 450. يرى مربو الماشية أن التعجيل بمنحهم رخص حفر الأبار واستغلال مياهها في سقي المزروعات هو السبيل الوحيد للتقليل من أثار الجفاف مستقبلا. طلبوا من الدولة ثاني دعمنا تعطينا رخصة الحفر الأبار، دعم الفلاحة بيتكلوا على ربي ما يبقاش يستنى غير في الأمطار. وتزيد الأعباء عندما تصبح قطعان المواشي شريكا مرغما في مياه السهاريج المتنقلة. السيتيرنا عاد رانا نجيبو فيه 200 في السيتيرنا، عندنا زوج في النهار ب 400,000، حنا نشربو زوج نشربو والله ما طير. تعد منطقة الضايا من المناطق الفقيرة في مصادر المياه، لذا قررت السلطات إنشاء خزان مائي لتزويد الساكنة بمياه الشرب. لكن تأخر المؤسسة المنفذة للمشروع في إتمامه وتسليمه في أجله حال دون ذلك.